نشطة مفصلة للأخبار نسهلها بالعناوين. شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب مخيم الأمعري في البيرة، والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن إطلاق نار استهدف قوة عسكرية في المنطقة. لا يمكن أن نتحدث عن نهاية الحرب ضد الإرهاب في سوريا إلا حين يتم تحرير كامل التراب السوري من الاحتلالات الأجنبية. الجعفري يؤكد للميادين أن ما يفعله الغرب هو تصفية حساب مع دمشق، وأن سوريا ترفض أي شرط عليها للعودة إلى جامعة الدول العربية. سعيد ينفي أي نية لزيادة الضرائب وتقليص الرواتب، والطبوب يؤكد أن الاتحاد التونسي للشغل سيكون في مقدمة معركة الازدهار. وما نريده نحن في صنعاء سلام للشعب اليمني، الشعب اليمني بالدرجة الأولى. وزير الخارجية في حكومة صنعاء يؤكد للميادين أن التصعيد السعودي يهدف إلى فرض إملاءاته وشروطه القديمة، وطائرات التحالف تكثف غاراتها على العاصمة. الرئيس التركي يقول أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل أمر مهم، ويؤكد أمام وفد من الحاخامات أنه سيتم قريبا. أهلا بكم. استشهد الشاب الفلسطيني محمد عيسى عباس متأثرا بجراح أصيب بها بعد إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه قرب مخيم الأمعري في مدينة البيرة. وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن الشهيد الذي يبلغ من العمر 26 عاما وصل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله بحالة حرجة جراء إصابة في ظهره. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بإطلاق نار استهدف قوة لجيش الاحتلال قرب مستوطنة بازغوت المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في البيرة، وإصابة فلسطيني بالرصاص. ومعنا من رام الله مراسلة الميادين نسرين سلمي. نسرين، حبذا لو تضعين في تفاصيل ما حصل. نعم، في البداية أريد أن أشير إلى أن قوات الاحتلال لا تزال في هذه الساعات تلاحق السيارة التي تقول أنها قامت بإطلاق النار باتجاه مستوطنة بسقوط والقوى العسكرية التي كانت موجودة هناك، وحتى هذه اللحظة لم تتمكن من اعتقال من تقول أنهم نفذوا هذه العملية. ما جرى أن عند إطلاق النار قامت قوة عسكرية من قوات الاحتلال باقتحام منطقة سطح مرحبا القريبة من البيرة، ومن ثم باتجاه مخيم الأمعري، وأطلقت النار باتجاه سيارة فلسطينية كان متواجد فيها الشاب محمد، وأطلقت الرصاص عليه على ظهره مما أصابه بجراح خطيرة، نقل على إثرها إلى المشفى وطبعا استشهد بعد فترة قليلة. الشبان عند مخيم الأمعري حاولوا تصدي قوات الاحتلال بإطلاق الحجارة برشق قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة. قوات الاحتلال أطلقت وابل من رصاص المطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ثم انسحبت من المكان وعادت باتجاه منطقة سطح مرحبا، وقامت بحملة مداهمات وتفتيش بحثا عن السيارة المطلقة للنار، لكن أيضا هناك اندلعت مواجهات ما بين الشبان وقوات الاحتلال، ثم بدأت بحملة تنشيط في القرى القريبة من منطقة البيرة ومنطقة الرام أيضا إلى الشمال من أو إلى الجنوب من مدينة رام الله شمال مدينة القدس، تقوم في عمليات بحث وتفتيش هناك في الرام وقرية جبع أيضا القريبة، حيث تعتقد أن السيارة التي أطلقت النار اتجهت إلى هناك. طبعا الشهيد تم نقله إلى المشفى وبعد ذلك نقل إلى جامع في منطقة مخيم الأمعري على أن يتم تشييع جثمانه غدا بعد صلاة ظهر الغد. وقوات الاحتلال تقول أنها يعني تعتقد أن هناك سلسلة من العمليات التي تتم في الضفة الغربية، وتتهم أجهزة الأمن بأنها فشلت في يعني في التخفيف من حدة هذه العمليات التي تجري في الضفة الغربية، وأنها تتخوف من اندلاع موجة من العمليات المقاومة في أنحاء الضفة الغربية، ولن تستطيع أجهزة الأمن الإسرائيلية تحديدا جهاز الشباك وقفها أو تحديد المنفذين، خصوصا أنها تعتقد أن هذه العمليات تتم بشكل فردي من دون تخطيط أو على الأقل من دون يعني إعلان مباشر من الفصائل الفلسطينية، وإنما بشكل فردي من قبل مقاومين فلسطينيين في الضفة الغربية. نعم، وللتذكير هي العملية الثانية خلال 48 ساعة. أشكرك نسرين سلمي مراسلة الميادين من رام الله.
استنكرت حركة فتح إعلان رئيس القائمة المشتركة في الكنيسة منصور عباس موافقته على قانون القومية. حركة فتح أكدت في بيان أن تصريحات عباس حول القبول بقانون يهودية الدولة تتساوق مع الرواية الصهيونية الزائفة. ولفتت الحركة إلى أن عباس قد تجاوز بمواقفه الخطوط الحمر واختار الانسلاخ عن شعبه وقضيته الوطنية. وتابعت بالقول: منصور عباس لا يمثل إلا نفسه، وأن مصيره ومصير أمثاله من المتخاذلين مزبلة التاريخ. ومن رام الله ينضم إلينا القيادي في حركة فتح خليل قراج الرفاعي. أهلا وسهلا بكم سيد خليل. هل ترى في موافقة منصور عباس على هذا القانون العنصري ما يسمى قانون القومية أمرا مفاجئا، وهو الذي أنقذ بنت سابقا وأطلق عدة مواقف تمهد ربما لما نسمعه الآن؟ سيد خليل هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع سيد خليل، وربما نعاود الاتصال به لاحقا. حذرت عائلة الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 128 يوما، رفضا لاعتقال الإداري في سجون الاحتلال من تعرض حياته للخطر بعد التدهور الكبير الذي طرا على حالته الصحية. وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ابنها. وفي آخر زيارة أبلغنا من عدة جهات أبرزها نظرة الصليب الأحمر قبل 24 ساعة أن هشام يعاني من وضع صحي صعبا، وأن حالته الصحية في تدهور لم يحصل لها مثيل مع أي من المضربين السابقين. كما علمنا أن هشام توقف عن أخذ الملح منذ مدة 48 ساعة، وهو مؤشر بحسب الأطباء خطير جدا، قد يؤدي إلى حدوث تعفن في الأمعاء. ومن هنا أطلقنا ناقوس الخطر، حيث أن أطباء مصلحة السجون الإسرائيلية لا يخضعون للرقابة الكاملة لوزارة الصحة الإسرائيلية، وقد يلجؤون إلى الاستفراد بهشام داخل غرفته في المراشى العسكري، مستخدمين القوة وإخضاعه للتلويم وحقنه بأبر مخصص للفيتامينات من أجل السيطرة على وضعه الصحي. شقيق الأسير هشام أبو هواش عماد أبو هواش أكد في حديث إلى الميادين أن مكان اعتقال شقيقه الذي دخل يومه 28 بعد 100 في الإضراب عن الطعام غير مجهز طبيا بما يتناسب ووضعه الصحي. وزال محتجز في المراشى العسكري التابع لعيادات سجن الرملية التابع لمصلحة السجون الإسرائيلية، وهذه وهذا المكان هو جزء من مصلحة السجون، وهو غير مخصص ومثل هؤلاء الأسرى، وهو غير مجهز حتى لطواقم طبية لأجل التعاون مع هشام في حال تعرض لنوبات قلبية حادة. التخوف الكبير أن يتم التعاون من قبل إدارة مصلحة السجون بتكبير هشام في السرير وتنويمه بشكل يعني طبي إعطاؤه جرعات عن طريق أبر في الأوردة، وهي تشمل الفيتامينات الخاصة بهذا الموضوع من أجل كسر هذا الإضراب. أكدت الأسيرة الفلسطينية المحررة سمر الصبيح وجود وسائل عديدة متاحة للأسيرات الفلسطينيات في سبيل مواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي. وخلال مقابلة مع الميادين لفتت الصبيح إلى سوء البنية التحتية في معتقل دامون، مشيرة إلى أن من مطالب الأسيرات تغيير السجن إلى موقع إنساني. الاحتلال الصهيوني ضعيف أمام المرأة الأسيرة وضعيف أمام الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال. تتعرض الأسيرات الفلسطينيات في سجن دامون الإسرائيلي إلى انتهاكات يومية ممنهجة على يد إدارة مصلحة السجون. إدارة مصلحة السجون تضرب بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين، وتزج بالأسيرات المريضات المصابات داخل السجون، وترفض علاج الأسيرات من الإهمال الطبي المتعمد. أصلاً سجن الدامون أخي عبد الرحمن، سجن الدامون لا تستطيع الحيوانات أكرمكم الله أن تعيش فيه. هذا وأعلنت هيئة شؤون الأسرى أن سلطات الاحتلال أنهت عزل الأسيرتين منى قعدان وشروق دويات في سجن دامون وعادتهما إلى قسم الأسيرات، كما أعادت فتح قسم الأسيرات وأرجعت الأدوات الكهربائية. مكتب إعلام الأسرى كان قد حذر من تصعيد خطير خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد ورود أنباء مؤكدة عن اعتداء إدارة سجون الاحتلال على الأسرى في معتقل نفحة. وبالعودة إلى ضيفنا من رام الله القيادي في حركة فتح السيد خليل قراج الرفاعي، أهلا وسهلا بكم مجددا، على أمل أن يكون الآن الصوت واضح. كنت قد سألتكم هل ترى في موافقة
منصور عباس على قانون ما يسمى قانون القومية وهو قانون عنصري بكل تأكيد، هو أمر مفاجئ وكان له مواقف سابقة ربما تمهد يعني نسمع بمثل هذه التصريحات وهذه المواقف، وأنقذ بنت بالمناسبة طبعا. هو يعني يستمر في خطيئته التي بدأ بها منذ فترة وانسلاخه عن مجتمعه العربي الفلسطيني في الداخل المحتل، هو يستمر في هذه الخطيئة بما قاله هذا اليوم بشأن الدولة اليهودية. وأنا أستغرب إذا كان يعترف بالدولة اليهودية لماذا اسمه منصور ولماذا اسمه عباس ولماذا دينه الإسلام ولماذا يتحدث باللغة العربية. هو ينسلخ عن قيمه وعن إنسانيته وعن دينه وعن عروبته وعن وطنيته وعن هويته وعن هذا التراث العربي الراسخ في كل أنحاء فلسطين. وموقف حركة فتح ينسجم مع ميثاق المجلس الوطني الفلسطيني وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية وينسجم مع قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي رفضت فكرة التفكير والبحث في موضوع يهودية الدولة. هذا موقف حركة فتح منسجم مع تاريخها ومع تراثها ومع قيمها، ومنصور عباس يرتكب خطيئة جديدة في هذا المجال. وأنا أطالب الحركة الجنوبية، الحركة الإسلامية الجنوبية، أن تعلن موقف صريح وواضح برفض تصريحات منصور عباس، وإن لم يكن ملزمة أن تكون ملزمة هذه الحركة بسحب يعني وضع منصور عباس ممثلا لها في الكنيسة الإسرائيلية. نعم، برأيكم ما الذي يعني يمنع زملائه كما ذكرت من اتخاذ هذه الخطوات حتى الساعة؟ لماذا هذا التردد؟ يعني أنا بفترض أنه الداخل الفلسطيني يعيش حالة صعبة ما بين الهوية العربية الفلسطينية وما بين جبروت المحتل ورفضه للفكرة الفلسطينية والهوية الفلسطينية. وهناك من يستطيع أن يعيش حالة التوازن بثبات وطني راسخ مثل كثير من أعضاء الكنيسة العرب، محمد بركة وأيمن عودة وكثير من أعضاء الكنيسة العرب الموجودين في الكنيسة يستطيعوا أن يمثلوا الهوية الفلسطينية بطريقة غير مبالغ فيها، بحيث لا يتم الإضرار بهم كما فعلوا مع كثير من أعضاء الكنيسة وهم ملاحقين بطبيعتهم، وأحمد الطيبي وغيرهم. ولكن منصور عباس تهاوى وانسلخ عن كل القيم الفلسطينية ذات الصلة بالتاريخ والتراث والدين والوطن وكل المجالات الأخرى. أنا بفترض أنه المسألة الآن، الاختبار الآن أمام الحركة الإسلامية في الداخل بأن تعلن موقف صريح وواضح مما قاله منصور عباس، وإما أن تجبره على التراجع عن كل ما صرع به وما قال به. نعم، حركة فتح كما ذكرت وأيضا باقي الفصائل قالت أن منصور عباس تجاوز الخطوط الحمر، تجاوز الخطوط الوطنية. هل فعلا هذا الشخص يعني يشكل بمفرده خطرا على الوحدة الفلسطينية؟ ماذا يقدم وماذا يؤخر؟ يعني أولا هو حركة فتح مثلها مثل كل فصائل العمل الوطني والإسلامي في الساحة الفلسطينية ترفض ما جاء به من أقوال منصور عباس، وتصدت حركة فتح لأنها هي حركة الشعب الفلسطيني وتتصدى لكل ما يضر بقومية وهوية وتراث وتاريخ هذه الأرض وهذا الشعب. منصور عباس هو عضو في البرلمان الإسرائيلي وهو ممثلا لحركة عربية إسلامية في الداخل، وبالتالي هذا مصدر قوته وهذا مصدر خطره وهذا مصدر وجوده. فبالتالي إذا كان هذا يعبر عن موقف الحركة الإسلامية في الداخل وتحديدا الحركة الإسلامية في الجنوبية، فهذا انسلاخ كامل عن كل الفكر الديني والفكر الإسلامي والفكر العربي والفكر القومي والتراث والتاريخ الفلسطيني. يعني هو لا يمثل نفسه وليس مواطن عادي وليس عابر، هو دخل في متاهة
الجانب الإسرائيلي متاهة المحتل مع اليمين الإسرائيلي المتطرف اعتقادا منه أو كما روج، وليس كما روج، أنه يريد أن يحسن حالة العرب في داخل المحتل في إسرائيل. ولكن ثبت أن الكنيست والحكومة الإسرائيلية اليمينية لم تعطيه فلسا واحدا للعرب ولم تقدم أي موازنة. نعم، إذا ما أردنا باختصار سيد خليل، قلت بأنه مستمر في خطيئته وفي هذه المواقف المنسلخة عن فلسطين وعن القضية الفلسطينية بشكل عام، ما هو واجب القيادة الفلسطينية التصرف مع هذه الشخصيات وعلى من انتخبه أيضا؟ الانتخاب هو تم داخل الساحة الفلسطينية في الداخل 48 بكل تأكيد. بالنسبة لموقف الجانب الفلسطيني، نحن في حركة فتح، لن يكون هناك أي لقاء مع منصور عباس ما دام عضوا في الكنيست وما دام يحمل هذه الصفة وما دام يحمل هذا الفكر اليهودي الصهيوني. لن يكون هناك معه لقاء، وسيكون هناك مقاطعة فعلية له ولكل أجنداته وكل من معه. أشكرك سيد خليل قراج الرفاعي القيادي في حركة فتح، كنت معنا من رام الله. كلوب هاوس الميادين وكب الحملة الممنهجة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون وسط تفاعل من دول أوروبية وأفريقية وعربية. وخلال اللقاء كشفت العضوة في المكتب السياسي لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسيرة المحررة خالدة جرار أنه لم يجري نزع أي حجاب للأسيرات. نتابع هذا التقرير. أهلا بكم. غرفة كلوب هاوس الميادين هذا الأسبوع كانت استثنائية لكونها واكبت الحملة الممنهجة التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال. وفي الغرفة التي حملت عنوان نضال الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، استعرضت عضوة المكتب السياسي في الجبهة الشعبية الأسيرة المحررة خالدة جرار ومسؤول العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر أوضاع الأسرى والمقاومة التي يخوضونها. وسط تفاعل من البرازيل وكندا وأستراليا ودول أوروبية وأفريقية وطبعا من العالم العربي، كشفت جرار ردا على مداخلات وأسئلة وتفاعل من المستمعين أنه لم يجري نزع أي حجاب للأسيرات أو أي تفتيش وهن عاريات، قائلة إن الأسيرات طلبن نفي هذه الشائعات لأنها لم تحدث. لم يجري لا نزع حجاب ولا تفتيشات عارية زي ما تنقلت بعض وسائل الإعلام. للأسف الأسيرات أكدوا أنه انفوا هذا الإشي لأنه ما تم بالمطلق، حاولوا يعني يسحبوا الأسيرات وكذا، بس ما جرى نزع لا حجابات ولا تفتيشات عارية. يعني جرار لم تنسى كذلك توجيه تحية إلى الشعب اليمني. يعني لما أنا بسمع مثلا من اليمن مناضل من اليمن اللي هو بيعيش في ظرف صعب جدا، في حرب صعبة، حرب مدمرة، إنه هو عم بيتضامن مع الشعب الفلسطيني. لما بسمع كمان نادية من كندا، وأنا بعرف كل الدور اللي قاموا فيه وبشكرهم وبوجه لها كمان تحيتي، وبعرف إنهم دورهم اللي بيقوموا فيه زي ما قلنا هو مش فقط لدعم الأسرى والأسيرات، لأنه الأسرى والأسيرات هم خلفهم قضية. ومن ضمن التفاعلات التي رصدناها غرد أسامة قائلا: جلسة حوارية ممتعة عن التغلب على السجان وظروف الصبر الصعب وكيف تولد الإرادة لدى المقهورين والمعذبين في سجون بني صهيون. أما ليلى فنقلت عن خالد جرار قولها: أنا مش دكتورة أول إشي، لتعلق بالقول: مين بده يقلها إنها أحلى من كل الدكاترة وهي وعملها وقوتها. مصطفى بدوره طرح قضية مهمة قائلا: أشعر بالأسف والحسرة عندما أرى سفاسف الأمور تتصدر الترند في دقائق، وقضايانا الكبرى كقضية الأسرى الذين يواجهون الآن شتى أنواع التنكيل بحاجة إلى بح الأصوات لأيام حتى يتفاعل الناس معها كما تستحق. وفيما وجه محمد صرخة إلى ضمائر العالم سائلا: أهل الحريات، هل سمعتم بالأسرى؟ كتب رائد تحت وسم الأسيرات خط أحمر أن السجون تشهد حالة من الغليان في ظل اعتداء الاحتلال المتواصل على الأسرى والأسيرات، وربما تشهد الساعات المقبلة تصعيدا خطرا.
أكد نائب وزير الخارجية السورية بشار الجعفري للميادين أن ما يفعله الغرب هو تصفية حساب مع دمشق بسبب إحباطها مشاريعه في المنطقة. وخلال تغطية نهاية عام بداية حقبة قال الجعفري أن الاحتلال الأمريكي لا يزال يتلاعب بورقة داعش حتى اليوم. والموقف السوري كلف الغرب بشكل عام والإدارات الأمريكية المتعاقبة كلفها الكثير. يعني لا أبالغ إذا قلت أننا كنا وراء فشل الكثير من المشاريع الغربية في منطقتنا. ولذلك أنت تشعرين اليوم أن هناك ما يعني شيء أشبه ما يكون بتصفية حسابات قديمة وجديدة مع سوريا. أحرزنا حيزا كبيرا من هذا الانتصار الذي نتحدث عنه، لكن لا يمكن أن نتحدث عن نهاية الحرب ضد الإرهاب في سوريا إلا حين يتم تحرير كامل التراب السوري من الاحتلالات الأجنبية. الجعفري أشار إلى أن السعودية لا تزال تطبق أجندة غير عربية وسياستها مرهونة للغرب، وأكد وجود انفتاح عربي على سوريا، وهو ما ترجمته زيارة وزير الخارجية الإماراتي لدمشق. الرياض ما تزال تطبق أجندة غير عربية، لأن السياسة السعودية ما زالت مرهونة بالأجندة الأمريكية الغربية. على كل حال نحن يعني سوريا أكبر من أن تتعامل مع تصريح موظف سعودي هنا أو هناك. نحن في سوريا استطعنا أن نبني علاقة جيوبوليتيكية مميزة بشكل تأخذ شكل التحالف، يعني نحن فخورون بهذه العلاقة مع إيران، وهذا يشكل مكسب لكل العرب، لأننا لم نسعى في يوم من الأيام إلى أن يكون هذا التحالف مع إيران هو بديل عن علاقاتنا العربية البينية. الجعفري أشار إلى أن قطر تعرقل مشاركة سوريا في اجتماعات جامعة الدول العربية، مؤكدا رفض دمشق القبول بفرض أي شرط عليها للمشاركة في تلك الاجتماعات. فيما يتعلق بنا نحن في دمشق، نحن نرفض أي شرط مهما كان، لا تفرض الشروط على دمشق. ما في شك أن قطر تعرقل هذا الحضور، ما في شك، هذا الكلام يعني قطعي. وطبعا يعني الدول، يعني بعض الدول الأخرى التي تدور في فلك الولايات المتحدة، يعني تخيلي أنه قديش حجم الترفع فوق الألم والوجع الذي عانينا منه مثلا من حماس. ومع ذلك قال السيد الرئيس أن أبواب دمشق مفتوحة أمام جميع الفصائل الفلسطينية المقاومة. أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن مخاوفها إزاء تأثير العقوبات المفروضة على سوريا في تفاقم الظروف المعيشية لأشخاص هم بالفعل بحاجة إلى مساعدات. الناطق باسم اللجنة في دمشق قال لسبوتنيك إن سوريا باتت تتحمل حاليا عبء العقوبات الاقتصادية وعبء تفشي فيروس كورونا في وقت يعيش فيه نحو 80% من السوريين تحت خط الفقر الدولي. أعربت كل من روسيا وتركيا وإيران معارضتها لاستخدام إسرائيل الطائرات المدنية للتغطية على العدوان ضد سوريا. الدول الثلاث وفي بيان مشترك شددت على أن سلوك إسرائيل هذا يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويعرض حياة السكان المدنيين للخطر. هذا وأكد رئيس الوفد الروسي للاجتماع الدولي 17 بصيغة أستانا حول سوريا ألكسندر لافرنتييف أن اعتداءات التنظيمات الإرهابية في سوريا زادت خلال الأشهر الأخيرة، مشددا على ضرورة القضاء على هذه التنظيمات بنحو كامل. وخلال مؤتمر صحفي في نور سلطان أضاف لافرنتييف أن على المجتمع الدولي ولا سيما الدول الغربية المساهمة في عملية إعادة الأعمار في سوريا ودعم عودة اللاجئين إلى وطنهم. وأمس كسرت الجماعات المسلحة التابعة لتركيا هدوء الجبهات الشرقية الفرات في محاولة منها للسيطرة على قرية أم الكيف في ريف الحسكة. تطورات ميدانية تحمل في طياتها بوادر تصعيد عسكري تركي جديد ضد قسد. رضا الباشا. تتسارع الأحداث شرق الفرات. قصف تركي مكثف استهدف مواقع قسد في قرية أم الكيف القريبة من بلدة تلتمر بريف الحسكة الغربي. قصف تحول إلى اشتباكات عنيفة استمرت لأكثر من 5 ساعات قبل أن تعود الجبهة إلى هدوء نسبي، إلى جانب تبادل رشقات النار بين قسد ومسلحين نبع السلام التابعين لأنقرة.
واقع الجبهة يعكس التغيرات السريعة التي تعيشها المنطقة، كما يؤكد أن الهدوء النسبي فيها لا يعني هدوءا في منطقة مرجحة للانفجار في أي لحظة، ولا سيما في ظل ما تعيشه أنقرة من ضغوط اقتصادية داخلية ستبحث عن حل لها خارج حدودها، للتخفيف عن إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي أكد أخيرا تمسكه بمواقفه الداعمة للمسلحين في سوريا والمناهضة لوجود قسد شرق الفرات. موقف تركي يتزامن مع إعلان قسد إغلاق أربيل معبر الوليد الحدودي غير الشرعي الذي يصل بين كردستان العراق والقامشلي، ما يوحي بتصعيد كردي كردي يعكس حجم الصراع بين الأحزاب الكردية في سوريا والعراق، في ظل فشل قسد في استيعاب الأحزاب المعارضة لها في المنطقة، إلى جانب فشل واشنطن في إقناع الأطراف الكردية بضرورة الوصول إلى تفاهم ينهي الخلافات بينها شرق الفرات. واقع يضع إدارة شرق الفرات بين ضغوط اقتصادية مع إغلاق معبر الوليد، وعسكرية تلوح في الأفق مع الإعلان عن أول اشتباكات حقيقية بين مسلحين تابعين لتركيا وقسد في المنطقة. ضغوط عديدة تتعرض لها قسد شرق الفرات في ظل رفضها أي تسوية تريدها موسكو لملف المنطقة مع دمشق، إلى جانب إفشالها الحوار الكردي الكردي الذي أرادته واشنطن، ما يضعها أمام احتمال تكرار سيناريو عفرين مع تركيا، ولكن شرق الفرات هذه المرة. رضا الباشا، حلب، الميادين. نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهده أمام وفد من الحاخامات استقبلهم في أنقرة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل قريبا، واصفا الأمر بأنه مهم. ونقل حاخامات عن أردوغان قوله إن العلاقات بين تركيا واليهود وإسرائيل ستكون قوية على الدوام، وأن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين أقوى من أي وقت مضى وستستمر في النمو. ووصف هؤلاء تصريحات أردوغان بالإيجابية والمفاجئة. قال البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان جدد بعد لقائه بنظيره الإسرائيلي إيال حولاتا في القدس المحتلة التزام واشنطن الثابت بأمن إسرائيل، مشددا على أهمية مواصلة توسيع التعاون الثنائي وتعزيز اتفاقات أبراهام. البيت الأبيض أضاف أن الطرفين بحثا ضرورة مواجهة جميع جوانب التهديد الذي تمثله إيران، بما في ذلك برنامجها النووي وأنشطتها العسكرية في المنطقة، بحسب بيان البيت الأبيض. معلق الشؤون العسكرية في القناة 13 الإسرائيلية ألون بن ديفيد أشار إلى أن خلافات الرأي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في موضوع المفاوضات مع إيران بقيت كما هي. بن ديفيد أضاف أن الأمريكيين يرفضون المطلب الإسرائيلي بتجديد العقوبات واتخاذ موقف أكثر صرامة في المفاوضات، مفضلين أعطاء وقت لها، لافتا إلى أن التقدير السائد في إسرائيل هو الوصول إلى اتفاق مرحلي يجمد بعض القدرات للعودة إلى الاتفاق النووي السابق، وهذا اتفاق غير جيد لإسرائيل. وفي طهران أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن إيران كانت ولا تزال تتعامل بمسؤولية من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وتدعو دولها إلى الحوار. وردا على البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا، وصف خطيب زاد التهم الموجهة إلى إيران بالمكررة والواهية التي تأتي في إطار المحاولات الرامية إلى بث الخلاف بين بلدان المنطقة، مشيرا إلى أن البلدان الغربية ومن خلال تصديرها الأسلحة إلى بعض دولها تسهم في إيجاد التوترات والكوارث الإقليمية. في سياق آخر، قال مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران كاظم غريب أبادي أن إيران والعراق عازمان على متابعة الملف القضائي لاغتيال الشهيدين سليماني والمهندس ومحاسبة الفاعلين. إيران والعراق عازمان على متابعة الملف القضائي لاغتيال الشهيد سليماني ورفاقه ومحاسبة الفاعلين والمخططين والمتسببين بهذه الجريمة الإرهابية على نحو جدي. اللجنة المشتركة بين بغداد وطهران عقدت اجتماعين لها، ونتوقع أن نحصل على نتيجة التحقيق خلال الجولة الثالثة. وما نريده بالفعل هو الإسراع في العملية، ونشكر القضاء العراقي على جديته. إيران ستبذل كل مساعيها لمحاسبة المتهمين بهذه الجريمة في المحاكم الإيرانية والعراقية وأيضا في المحاكم الدولية. وإلى العراق، حيث صدف رتلاء دعم لوجستي تابعان للتحالف الأمريكي بعبوات ناسفة في بابل
جنوبي بغداد، هذا واستشهد عنصران من الحشد الشعبي العراقي، وأصيب 4 آخرون في هجوم إرهابي في محافظة صلاح الدين شمال البلاد، حيث جرت مواجهات بين قوات الحشد من اللواء 88 وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الفتحة شمال شرق المحافظة، أدت إلى استشهاد 2 من الحشد وجرح 4. سياسيا، وبعد الاستماع إلى آخر الدفوع التي قدمتها المفوضية العليا للانتخابات من جهة والفصائل الرافضة لنتائج الانتخابات من جهة أخرى، حددت المحكمة الاتحادية يوم 26 من الشهر الحالي موعدا لإصدار القرار في الدعوة. وخلال الجلسة جدد رئيس تحالف الفتح هادي العامري اتهامه للمفوضية بمنع ملايين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. أولا، واحد، حرمت المفوضية العليا للانتخابات أعداد كبيرة من الناخبين تقدر ب5 ملايين ناخب من المشاركة في الانتخابات لعدم صدور بطاقة بايومترية لهم، رغم أن قانون الانتخابات رقم 9 المادة 49 تلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتسجيل المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل في سجل الناخبين بايومتريا عبر فرق جواله وبالتعاون مع وزارة التربية. إلى أين تتجه الساحة العراقية في ظل تعقد المشهد السياسي انطلاقا من نتائج الانتخابات إلى الطعن في بعض نتائجها، إضافة إلى بحث الإطار التنسيقي عن إطار توفيقي لتأليف حكومة توافقية تضم البيتين الكردي والسني؟ مسارات عديدة أمام العراق في المرحلة المقبلة. عبد الله بدران. المشهد السياسي العراقي على تعقيده، تعقيد امتد من لحظة إعلان نتائج الانتخابات النيابية. مسارات عديدة أمام الطرف الذي يشكك بنتائج الانتخابات، فالإطار التنسيقي لم يكتف بالمضي بدعوته المرفوعة في المحكمة الاتحادية على هذه النتائج فحسب، بل يضع عجلة في مسار بناء تحالفات الكتلة الأكبر استعدادا للجلسة الأولى التي ستكون أول استحقاق دستوري إذا صادقت المحكمة الاتحادية على النتائج. ومن هنا فإن التوافق الذي ينتهجه الإطار يريد من خلاله جمع التوافقيين من البيتين الكردي والسني. ففيما وقف زعيم الفتح هادي العامري يقرأ أدلة التزوير والخروق أمام قضاة المحكمة، حطت طائرة زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي في أربيل للقاء زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. لم تنجح محاولة الفتح في جمع الكتلة الصدرية بكل قوى الإطار التنسيقي لعمق الأزمات التي خلفتها سنوات الاختلاف السياسي، فاندفع الإطار بمساراته وترك للكتلة الصدرية مساراتها. الكتلة التي تملك أكثر من 70 مقعدا أعلنت إلى أنها ستقبل بالذهاب إلى المعارضة إذا تمسكت بعض قوى الإطار بالبقاء مع تحالفي القانون وصادقون، وهذا يعني عمليا أن معارضة معطلة سترهق الحكومة التي ستتألف، مع الأخذ بعين الاعتبار المشروع الذي يعلن عنه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وما سيترتب عليه من خطوات. لذا يبقى الاسم التوافقي الذي سيطرحه الصدر أو الإطار التنسيقي لاعبا أساسيا في المضي بمشروع حكومي يأخذ عنوان التوافقية بمعايير حكومة الغالبية الوطنية، هكذا يؤكد المقربون من قيادات الصف الأول، أو هذا ما سيكون في نهاية المطاف. عبدالله بدران، بغداد، الميادين. فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد. أشار الرئيس التونسي قيس سعيد إلى أن ما يجري تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022 لا أساس له من الصحة. وخلال إشرافه على اجتماع وزاري ضيق في قصر قرطاج للنظر في مشروع الميزانية وقانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة المقبلة، شدد سعيد على أن إعداد هذه الوثيقة تم في إطار حرص الدولة على إيصال رسائل إيجابية
إلى مختلف الفاعلين الاقتصاديين في الداخل وشركاء تونس والأطراف المانحين في الخارج. تونس دولة فقيرة في بلاد ثرية، ليس لأن هناك نقص في المداخيل أو نقص في الثروات، ولكن لأن هناك سطو على أموال الشعب التونسي. هناك جملة من القرارات التي سيتم اتخاذها في إطار قانون المالية، ولكن أيضا جملة من الأوامر التي تتعلق بإهدار المال العام من قبل الفاسدين. وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قال أن الأجور في تونس لا تراعي القدرة الشرائية للمواطن. موقف الطبوبي يأتي في وقت كشفت فيه وثيقة مسربة عن نية الحكومة سن قرارات في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تتضمن تجميد الأجور. عماد شطارة. أنا نقول لك اليوم في الوضع الاقتصادي والاجتماعي أني نمر بمنعرجات ومنعطفات خطيرة خطيرة جدا. إذا أردتموها معركة ازدهار وتقدم وبناء فإن الاتحاد سيكون في المقدمة، وإذا أردتموها معركة كسر عظام فنحن جاهزون لها وليس لدينا أي خيار. عملا بالقول، هذا خطاب على الحساب حتى يأتي الكتاب. اختار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن يعلق على ما تضمنته الوثيقة المسربة لمشروع قانون المالية لعام 2022، وأن يضع حكومة نجلابد أمام مسؤولية خياراتها وما قد تفضي إليه من تهديد لمناخ السلم الاجتماعي. بلغة الوعيد وخطاب التصعيد يحذر الطبوب إذن من المساس بأجور العمال الذين يتحملون دائما أعباء فشل السياسات، ومن الذهاب إلى التقليص في أعداد الموظفين من دون حوار جدي مع المنظمات الوطنية تناقش فيه الخيارات والحلول برؤية تشاركية. حوار الحكومة مع المنظمات كان تقليدا معتمدا لتجاوز الأزمات، غير أنه بات اليوم غائبا لاختلاف الرؤى والمواقع والخيارات. فالحكومة بعد مباشرتها أولى جلسات الحوار مع قيادات منظمة الشغيلة تراجعت وانكفأت على نفسها، وحذرت كل المؤسسات التابعة لها من التفاوض مع النقابات قبل إعلام رئاسة الحكومة ونيل موافقتها. بسياسة فرض الأمر الواقعي، يبدو أن الحكومة تحاول تمرير ما يسمى بالإصلاحات الموجعة في تجاهل لرأي الشركاء الاجتماعيين. تقرأ عناوينه من خلال ما تسرب من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، فللمرة الأولى لم يناقش المشروع تحت قبة البرلمان كما جرت العادة، ليسن لاحقا بمرسوم رئاسي ويصبح نافذا بقوة القانون. الوضع السياسي استثنائي والمعضلة الاقتصادية خطيرة، ومخاطر الصدام مع الشارع قد تكون لها عواقب وخيمة، وقد تكلف الدولة بحسب مراقبين خسائر تفوق كل الحسابات والتوقعات. عماد شطارة، تونس، الميادين. أصدر القضاء التونسي حكما ابتدائيا غيابيا بحق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي بالسجن 4 سنوات مع النفاذ. وقالت المحكمة أن القضية تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي بتعمد الاتصال مع دولة أجنبية، ما تسبب بالإضرار بالبلاد من الناحية الدبلوماسية. أفاد مراسل الميادين في صنعاء بإصابة عدد من المدنيين من جراء استهداف التحالف السعودي جسورا وأحياء سكنية مأهولة في العاصمة اليمنية صنعاء. وطالت الأضرار مستشفى 70 للأمومة والطفولة بالإضافة إلى منشآت مدنية أخرى. إلى ذلك استهدف التحالف مديريات الجوبة ووادي عبيدة وصرواح في محافظة مأرب ب33 غارة جوية. في المقابل أكد مصدر عسكري يمني وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوات المتعددة للتحالف السعودي خلال صد هجوم لها باتجاه مواقع الجيش واللجان شمال شرق مديرية حيس جنوب الحديدة. وزير الخارجية في حكومة صنعاء هشام شرف اتهم التحالف السعودي بالسعي إلى فرض إملاءات وشروط
سياسية قديمة جديدة. شرف قال للميادين أن الهدف من التصعيد العسكري للتحالف هو فرض ما كان يريده في السابق. أحمد عبد الرحمن. من قصف منازل المدنيين وممتلكاتهم واستهداف مخازن المواد الغذائية والمحال التجارية وورش صيانة السيارات إلى تدمير مرافق مطار صنعاء وإخراجه كليا من الخدمة، يتنقل التحالف السعودي ويوسع من دائرة أهدافه المشروعة كما يصفها في اليمن، كاشفا بذلك عن بعض أهدافه وغاياته من تصعيده الجوي الأخير، وعن سعيه إلى فرض شروط سياسية كما يقول وزير الخارجية في صنعاء. محاولتهم فرض شيء علينا بالقوة لن تنجح، هو ضياع للوقت، وما نريده نحن في صنعاء سلام للشعب اليمني، الشعب اليمني بالدرجة الأولى حتى يرتاح ونعود من جديد ونحاول بناء بلادنا والتعامل مع مشاكلنا داخليا فيما بيننا. عشرات الغارات الجوية تشنها يوميا مقاتلات التحالف السعودي منذ أسابيع من تصعيدها على صنعاء ومأرب والجوف وحجة وتعز، آخرها نحو 100 غارة خلال يومين. تصعيد يأتي على وقع تقدمات ميدانية مستمرة لقوات صنعاء على تخوم مدينة مأرب مع فشله في وقفها أو إعاقتها. يضرب هذا التصعيد جهود الحل واستئناف المسار السياسي وينسف مزاعم التحالف السعودي عن السلام. التصعيد العسكري في الميدان سيكون له تبعاته السياسية، وهذه التبعات لن تكون بالضبط في صالح دول التحالف الذي عجز في كل مرة بتحقيق مبتغاه سواء كان عسكريا أو سياسيا. بحصار المحاصر وتدمير المدمر وقتل القتيل، يصعد تحالف الحرب من إرهابه المحمي ويمضي في جرائم حربه على مرأى من العالم ومنظماته وقوانينه الإنسانية الدولية. دمار هائل هنا في مطار صنعاء الدولي، المطار الذي تحول منذ إغلاقه أمام اليمنيين في آب أغسطس 2016 إلى مطار الأمم المتحدة ومنظماتها، ليغلق اليوم أمام الجميع. أحمد عبد الرحمن من على أنقاض معهد الطيران المدني والأرصاد في مطار صنعاء الدولي، الميادين. إلى لبنان، حيث أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون أن من غير المقبول مقاطعة جلسات مجلس الوزراء في لبنان. وخلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أشار عون إلى أنه ليس ملزما وحده بتوقيع أي قرار. بدوره رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أشار إلى وجود خشية من أن تقود الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء البلاد إلى أماكن أخرى أو إلى تصدع يجب التعاون لتفاديه. النائب السابق في البرلمان اللبناني أمل أبو زيد وخلال تغطية نهاية عام بداية حقبة على الميادين قال أن ورقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله مرت بمطبات لكنها حافظت على متانتها. عدة مراحل كان في هناك تباينات وحتى خلافات، وهذا شيء واضح كان في تصريحات من الجانبين، ولكن أنا أؤكد اليوم من على شاشة الميادين أنه هذه التفاهمات أو هذه الورقة هي أساس بني عليها التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر، بين الطائفة الشيعية الكريمة وبين ما يمثل التيار الوطني الحر على الساحة المسيحية والوطنية، وكان من المطلوب أن يمتد إلى شرائح أخرى من الشعب اللبناني، ولكن لأسباب سياسية خارجة عن إرادة هذين الطرفين لها امتدادات في الإقليم حتى خارج الإقليم لم نتمكن من توسيع هذا التفاهم، ولكن على الرغم مما حصل وسوف يحصل وعلى الرغم من اندفاعة البعض لإظهار الخلاف الحاصل سياسيا اليوم، هذه الورقة وهذه التفاهمات سوف تبقى. وزير الخارجية اللبنانية الأسبق عدنان منصور تحدث عن جهات داخلية تسعى لإحداث خلافات بين حزب الله والتيار الوطني الحر وتريد تفجير الوضع في لبنان لتنفيذ سياساتها. لذلك ربما تكون هناك وجهات نظر مختلفة بين طرف أو بين طرف. هذا لا يعني أن هذه الشراكة ستتبخر أو ستزول. هناك من يريد أن يعطل هذه الشراكة، هناك من يريد أن يضرب هذه الشراكة. اليوم لبنان أمام استحقاق كبير هو الاستحقاق الانتخابي. الانتخابات يجب أن تحصل،
يجب أن تحصل، وهذا الأمر إذا لم تحصل الانتخابات وتؤجل هذا يعني أنه فتح لبنان على احتمالات كبيرة، وخاصة أن هذه الانتخابات يجب أن تحصل قبل انتهاء ولاية فخامة الرئيس. في حال تأجيل الانتخابات أو تعطيلها بالأحرى، مش تأجيل، أو تعطيل الانتخابات من جهة أو أكثر، هذا يعني أننا ندخل لبنان بالفراغ ونهيئه لخطوة خطيرة جدا، لصيغة جديدة لا تخدم وحدة لبنان. وقع اشكال بين اهالي بلده شقره وقوات اليونيفيل جنوب لبنان اثر اقدام قوات اليونيفيل على تصوير بعض المواقع في القريه ما اثار حفيظه الاهالي. وقال المكتب الاعلامي لليونيفيل ان حرمان اليونيفيل حريه الحركه والاعتداء على من يخدمون قضيه السلام امر غير مقبول وفق تعبير المكتب، مشيرا الى وجوب تمتع اليونيفيل بوصول كامل ومن دون عوائق الى جميع انحاء منطقه عملياتها على النحو المتفق عليه مع الحكومة اللبنانية. قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن روسيا تواصل التصعيد ولم تتراجع عن تعزيز انتشارها العسكري عند الحدود مع أوكرانيا. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول الأمريكي أن واشنطن وحلفائها يراقبون الأوضاع عن كثب. أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بروبوك عن قلقها من تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد عسكري وتقني ضد الغرب. وقالت بروبوك في مؤتمر صحفي أن الأزمة الخطرة مع موسكو لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار باستخدام الوسائل المتاحة، مؤكدة ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات مع موسكو في إطار صيغة النورماندي التي تجمع ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وروسيا، إضافة إلى الحوار بين حلف شمال الأطلسي وروسيا من أجل منع تصعيد جديد. أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الاستخدام الطارئ للأقراص المضادة لكوفيد من مختبرات فايزر. وقالت المسؤولة في FDA باتريسيا كافازوني إن هذه الموافقة توفر أداة جديدة لمحاربة كورونا في مرحلة حرجة من الوباء مع ظهور متحورات جديدة، ويمكن إعطاء الحبوب للمرضى المعرضين لخطر عال والذين يبلغون ما فوق 12 عاما. تذكير بالعناوين. شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب مخيم الأمعري في البيرة، والإعلام الإسرائيلي تحدث عن إطلاق نار استهدف قوة عسكرية في المنطقة. لا يمكن أن نتحدث عن نهاية الحرب ضد الإرهاب في سوريا إلا حين يتم تحرير كامل التراب السوري من الاحتلالات الأجنبية. الجعفر يؤكد للميادين أن ما يفعله الغرب هو تصفية حساب مع دمشق، وأن سوريا ترفض أي شرط عليها للعودة إلى جامعة الدول العربية. سعيد في أيانية لزيادة الضرائب وتقليص الرواتب، والطبيب يؤكد أن الاتحاد التونسي للشغل سيكون في مقدمة معركة الازدهار. وما نريده نحن في صنعاء سلام للشعب اليمني، الشعب اليمني بالدرجة الأولى. وزير الخارجية في حكومة صنعاء يؤكد للميادين أن التصعيد السعودي يهدف إلى فرض إملاءاته وشروطه القديمة، وطائرات التحالف تكثف غاراتها على مناطق مدنية في العاصمة. الرئيس التركي يقول إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل أمر مهم، ويؤكد أمام وفد من الحاخامات أنه سيتم قريبا. باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية الميادين .net موقعنا على الإنترنت، موجز إخباري على رأس الساعة.